للمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة مرور 3 سنوات على معركة الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بكم. أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين بمناسبة مرور 3 سنوات على معركة الموصل، يعني برأيكم هل حققت هذه المعركة أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. بعيدا عن الشعار الذي رفع وهو ما زورا وبهتانا سموه تحريرا، فإن الهدف الأساسي من هذه المعركة كان هو التدمير، تدمير المدينة وتدمير المحافظة وبقية المحافظات المتعلقة بها، وقد ذكرنا ذلك في بيانات وتصاريح عديدة قبل المعركة وأثناءها وبعدها، والأيام التي تلت هذا الأمر أكدت هذه الرؤية وهذا التشخيص من عندنا. فقد حصل تدمير للمدينة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ثم تلا ذلك الأيام وإلى اليوم بعد مرور 3 سنوات لا يزال الأمر تدميرا وتدميرا مستمرا. فإلى هذه اللحظة لم يتم تقديم شيء يستحق التقديم إلى هذه المدينة، بل ربما لا تزال هذه الأجهزة المسيطرة، الأجهزة الأمنية والسياسية حتى المسيطرة على البلد كله. طيب دكتور عبد الحميد، المدينة المدينة لا تزال مدمرة رغم انتهاء المعركة واحتفاء أحزاب السلطة وميليشياتها أيضا كما تفضلتم، لماذا أبقت الحكومة المدينة على هذا الحال؟ أو بمعنى آخر، لماذا عقدت مؤتمرات دعم إعادة الأعمار للمدينة وما تلقته من منح المانحين؟ المنح وغيرها هي كلها وسائل، يعني هذه المؤتمرات وغيرها كوسيلة من وسائل الكسب الحرام لهذه الأحزاب، هي مثلها مثل ميزانية العراق التي نهبتها هذه الأحزاب. فهذه المنح والإعمار وغيرها شعارات لا علاقة لها بواقع الحال في العراق، لا يذهب من هذه الميزانية ولا هذه المنح ولا غيرها شيء إلى ما يعلن عنه أو ما يرفع شعاره، وإنما الغاية الأولى والأخيرة هو إثراء أصحاب السلطة والميليشيات والأحزاب المسيطرة على الوضع في العراق. ومنها نهبت الإغاثات، مواد إغاثية، ونهب منح للاجئين وغيرها، فمنها هذه كذلك نهبت كما نهب غيرها. دكتور عبد الحميد، يعني الإحجام عن إعادة إعمار المدينة خلف أزمة تمثلت في ظاهرة النزوح التي يعاني منها الأهالي، لم تجد الحكومة لها حل. كيف تصف هذه الأزمة وآثارها أيضا؟ آثارها تصريح السياسيين وقادة الميليشيات قبل المعركة وبعدها، هي تصرح أنها تريد الانتقام من هذه المدينة وأهلها. وأمر آخر وهو أن هذه الميليشيات هي مرتبطة بمشروع خارجي، وتحديدا المشروع الإيراني الذي يريد تغيير التركيبة السكانية في العديد من المناطق، وهنا في مناطق متعلقة، نتكلم عن الموصل، في مناطق وقرى وأقضية في الموصل. فالغاية من هذا التهجير هو تغيير هذه التركيبة السكانية، كما أمر آخر كما قلت وهو إذلال أهلها والانتقام من أهلها من سكانها الأصليين. فهذه هي الغايات، متعلقة بعضها ببعض ومرتبطة بعضها بالآخر. من له المصلحة يعني من اتهام أهالي مدينة الموصل إلى الآن بدعم الإرهاب؟ هذه التهمة حاضرة إلى الآن. يعني كل الذين يرتبطون بهذا المشروع، مشروع الإفساد في العراق ومشروع تدميره ومشروع، والذين جعلوا من أنفسهم أدوات لتنفيذ مشروع الأجنبي وتحديدا إيران، هؤلاء كلهم المرتبطين بهذه المشاريع والفساد وغيرها، هم يريدون هذه الأوصاف ليتخذوها ذريعة لممارسة تسلطهم وممارسة إرهابهم وانتهاكاتهم التي لا تزال إلى اليوم يقومون بها بحق المدينة وبحق أبنائها. ومنها يعني إلى اليوم نحن نسمع ونرى ونشاهد تقارير موثقة عن عشرات الاعتقالات لأبرياء تحت هذه اللافتة. فهذه لافتة تؤمن، أو هكذا يدعون أنها تؤمن لهم الاستمرار في مثل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، ومنها ابتزاز الناس لصالح جيوبهم الخاصة.
نعم، الناطقة الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، نشكرك شكرا جزيلا.